Good morning. Thank صباح الخير وشكرا جزيلا لاستضافتي. طبعا هناك عدة وسائل يستطيع الناس من خلالها استخدام هذا التطبيق. أولا شخص ما ربما يستطيع أن يحمل المحتوى وهو يمتلك الإنترنت وثم يشارك هذا المحتوى لمن لا يمتلكون وصول إلى إنترنت ويستخدمون مثلا الواي فاي والبلوتوث من جهاز إلى آخر، وهي ما نسميها تقنيات الشبكات اللاسلكية. ولا بد أن نتذكر أنه ثمة أشخاص ليس لديهم وصول للإنترنت، ولا أشخاص كثيرون آخرون لديهم وصول للإنترنت ولكن ليس لديهم المحتوى والبيانات اللازمة ليقوموا بتحميل كل المحتوى المطلوب أو اللازم للتعلم. من الذي يصنع هذا المحتوى؟ من المسؤول عن جمع هذه المعلومات ووضعها في هذا التطبيق؟ نحن نعمل مع مجموعة من عدة شركاء. نعم، عملنا مع يونيسف ودبي كيرز، وعملنا أيضا مع الوكالة الدولية للتنمية الدولية، وطبعا هناك عدد من المنظمات غير الربحية الذين يطورون محتوى، وبعض المحتوى الذي نأخذه عن الإنترنت ونقوم بإعداد التغييرات عليه وتعديله بما يتناسب مع المتطلبات الأكاديمية، ونقدم حزم تناسب متطلبات الطلاب. طيب هذا التطبيق بإمكان الكل استخدامه، من الفئة الذين يستفيدون من هذا التطبيق، وكيف آلية استخدام هذا التطبيق؟ نحن في الواقع لا نعمل عادة مع الطلاب بشكل مباشر ولا مع الأساتذة، بل نعمل مع المنظمات. إذن كما ذكرتم، عندما مثلا ذهبتم إلى المدارس والجامعات كان هناك نظام حيث تقوم بتحميل مثلا أو يقوم الطالب بتحميل الفروض التي يجب أن يعمل عليها، ونحن نقوم بتزويد هذا المحتوى للمنظمات. وطبعا نحن نعمل نموذج أعمال حكومي مثلا، ونعتقد أن هذا الأمر مفيد بالنسبة للأشخاص، لأنه نحو 55% من الأشخاص في العالم ليس لديهم وصول دائم ومستمر للإنترنت، أو ربما وصول محدود للإنترنت وما إلى هنالك. وحاليا لدينا في تاجيكستان وربما أيضا في أفغانستان، إن شاء الله بشكل قريب سوف يكون هناك استخدام لهذا التطبيق. طيب هل اللغات، ما اللغات المستخدمة في هذا التطبيق؟ حسنا، نحن ندعم اللغة التاجية والفارسية والهندية والعربية والإنجليزية، وهناك نحو 10 لغات حاليا مستخدمة على التطبيق. وهو بما أنه مفتوح المصدر فهذا يعني أنه يمكن إضافة لغات إضافية فيما بعد من قبل المستخدمين، يمكنهم إرسال الترجمة ونحن طبعا نقوم بإضافتها. طيب كيف تشوف مشاركتكم في إكسبو؟ يعني الهدف من المشاركة في هذا العام يعني في إكسبو، ما الذي تريدون إيصاله؟ برأيي إنه ثمة جزءان من المشاركة. نحن بالطبع نبحث عن منظمات جديدة وشركاء جديدة تهتم بهذا التطبيق المتعلق بالتعليم، وبالتالي يمكننا أن نتعامل معها. العديد من الشركات والعديد من المنظمات أتت إلى إكسبو 2020 وتعد بالتالي منصة رائعة لإقامة الشركات. ومن جهة أخرى نريد أن نوصل رسالة ونريد أن نتعلم من الآخرين ماذا يمكن أن نأخذه من عبر ومن خبرات من الآخرين. نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك معنا من استوديو سكاي نيوز عربية في إكسبو 2020، الرئيس التنفيذي لأستاذ موبايل مايك داوسون.